هاي ماي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ربكم كنا بخير وانتم بتشوفوني في فيديو النهارده. طبعا يا جماعه النهارده هنشحن لاخويا. سو طبعا انا يا جماعه شحنا له، مش شحنا له، اللي هو عامله له جيم باس يعني مديله فلوس من عندي، تمام؟ فيابا يا جماعه الخير، دخلنا حسابه. طبعا الفلوس مش بتوصل كلها، بس ما علينا. انه جايز هنعمل له سكين. طبعا اخويا ما عرفش اي حاجه لان اخويا اصلا ما كانش في البيت، تمام؟ فدخلت حسابه يا جماعه، و يا جماعة بس اقول لكم على محفوظة، اخويا كان بيقول لي ان هو عايز سكن رول. هو ما كانش بيقول رول، هو كان بيقول رول حرفيا. هو ما يعرفش معناها ولا يعرف شكلها ولا اصلا يعرف، يعني بقول له ده بنات، يعني يقول لي لا. بقول له دي بنات يعني؟ يقول لا، هو في منها اولاد اكيد. ما علينا. بصراحة كنت مفكرة ان انا هعمل له سكن، اللي هو عارفين السكنات اللي بتبقى بالجسم ده، تمام؟ فغيرت له الجسم بتاعه يعني وكده، وغيرت له المشي وحفظ، تمام؟ ولكن اكتشفت او افتكرت اللي هو كان اصلا قايل لي قبل كده ان هو عايز سكن كان حاطه في الماب ده، تمام؟ فدخلنا الماب يا جماعة، واكتشفت ان هو فعلا حافظ السكن كان حاطه في الفيفوريت يعني. فيا جماعة بجد انا ما صدقت، حرفيا هو كان عايز السكن ده بالظبط يعني. هو كان السكن ده اول ما يشحن هيشتري السكن ده، تمام؟ فيا جماعة يعني هنشتري السكين ده على طول. المهم دخلنا باب السكنات اللي هو كان فيه اخر مره، شوفوا الذكاء، عشان هو اكيد حافظه في اخر مره. المهم جايز بعد تدوير عميق، طبعا انا كنت شايفه السكين ده قبل كده، تمام؟ ولكن كنت اعرف اللي هو فيه حاجات، كام حاجه عايز يشيلها. وكمان طبعا الهيلز مش هنشتريها، عشان الهيلز طبعا زي ما انتوا عارفين بتختفي، وهو مش هيبقى معاه روب دايما زيية. فيا جماعه اللي هو بصوا، هو حاططهم في الفيفوريت يعني، تمام؟ فانا شلت الحاجات اللي هو يعني اللي هو ممكن نوفر فيها روبوكس ونجيب فيها حاجات تانية بديل الهيدلس، عشان عايزين نجيب وش بس في نفس الوقت يفضل دائم، تمام؟ وات يفضل دائم الزبده جايز. هنا كنا اشترينا اللبس وكمان الاكسسوار اللي هو مش عارفه ايه. وطبعا هو يعني انا كنت عارفه هو ايه اللي عايز، عشان يا جماعه هو كان حافظه يعني، هو كان شايله عامل ريسيت لنفسه، وكان حاطط الحاجات اللي هو عايزها، وكان واخد صوره، تمام؟ وانا يا جماعه كنت يعني حرفيا انا يعني انا اتشندلت على بال ما اجيب الصوره دي يا جماعه. يعني انتوا مش متخيلين، انا لو حطيت لكم الصوت بتاع الفيديو، طبعا دلوقتي بسجل صوت، حطيت لكم الصوت الاصلي بتاع الفيديو بجد هتضحكوا. عارفين يا جماعه الفيديو ده كان مدته كام اصلا؟ كان مدته يا جماعه 46 دقيقه، انا قصيت ده كله في 7 دقايق بس. المهم جايز كده ضن الشراء، دلوقتي يا جماعه ندخل. المهم يعني ندخل نطلع. طلعنا يا جماعه، زاد معانا 198 يعني قولوا 200 روبوكس. فنايس، هنعمل بيها حاجه كويسه يعني. المهم غيرنا الجسم، صراحه انا مش بعرف اعمل في الجسم ده قوي، ولكن يعني يعني دخلت نوعا ما عملت الجسم كويس. مش عارف بصراحه هو ده الجسم اللي بيحطوه ولا لا. الزبده جايز، هنحط الشعر ده. طبعا هو كان فيه دمج شعرين، بس انا ما اخترتش غير واحد بس اللي هو اللي يعني الاصلي، فاهمين؟ التاني كان طالع من الطاقيه، كان شكله غريب صراحه، انا اصلا ما حبيتهوش. المهم جايز هنحط الطاقيه هنا. صراحه كنت عايزه احط اضافات، اجيب انا مش عارفه يا جماعه بتكلم بسرعه قوي ليه، يعني انا مش حاسه مسرعه يعني، انا حاسه مسرعه نفسي مش فاهمه. الزبده جايز، كنت حاطه له اللي هو السماعات دي، بس ما علينا. بصوا عشان طبعا الفيس هنا معفن، ومش هنقدر نحط هيدلس يا جماعه، عشان اخويا اصلا ملوش في جو الهيدلس والحاجات دي. بس هو بصراحه كان عاجبه الهيدلس، بس انا مش هقدر احط له هيدلس عشان مش هنقدر نعتمدها الزبده جايز. فهنحط له حاجات يعني بديله للهيدلس، تمام؟ انا في حاجه في مخي، تمام؟ المهم جايز الجاكيت ده اديلي سنه وكنت بدور عليه بجد يا جماعه، حرفيا انا تعبت على بال ما الاقيه. كنت مفكره اللي هو مش لاقياه، انا قعدت ادور في الـ يعني في اللبس، تمام؟ ما دورتش في الفرونت. المهم جايز، طبعا انت دلوقتي تسالوا ازاي هتعملي بديل للهيدلس، تمام؟ طبعا اخويا كان قايل لي قبل كده برضو ان هو عايز يجيب، عارفين الفامباير يا جماعه؟ بس هو طبعا ما كانش يعرف اسمه ايه. قال لي عايز اجيب اللي هو الفيس اللي بيطلع لسانه وفيه انياب في لسانه، تمام؟ انا طبعا فهمته عايز ايه، طبعا عايز الفامباير ده، تمام؟ فهنجيب له فامباير. في فامباير هنا مش عارفه والله هيروح ولا لا، يا جماعه اكتبوا لي بجد لو هيروح ولا لا، عشان طمنوني يعني. كان زماني اشتريت له الهيدلس لو هو هيروح بجد يعني، كان جبنا اللي هو عايزينه على الاقل. المهم جايز، انا اصلا جربت الهيدلس حسيت اللي هي مش شكلها حلو قوي، فقررت اعمل اللي هو في دماغي ده هيطلع شكله احلى يعني، انا حاسه. المهم اتبقى معانا 200، لا 120. سو يابا يا جماعه هندور بقى يا جماعه، عشان انا بجد مش عارفه مكانها فين. يا الله يا جماعه، عارفين بصوا لقد هرمنا جماعه بجد. انا شفت دي، طبعا انا طبعا قصيت لكم 40 دقيقه من الفيديو، فانتوا اكيد مش شايفين حاجه يا جماعه. انا لو ما تعبتش في المونتاج فانا تعبت في القص. انا ايدي بصوا ايدي بتتشل حرفيا يعني، مضغوطه قوي النهارده. انا مش عارفه بشتكي لكم ليه، بس يا جماعه بصوا ده هيكون الفاينل لوك يعني. بس يا جماعه بس لازم برضو تعرفوا اني مضغوطه دلوقتي في الفيديو ده، وفي فيديو القناه الصغيره، وكمان اني بكره رايحه اكشف، المفروض هصحى الساعه 7 والساعه دلوقتي 4 الفجر،
الفجر وانا هصحى بعد 3 ساعات المفروض وانا لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. فانا يا جماعه بنهار في صمت يعني انا دلوقتي. بس ما علينا خلاص عادي جدا. المهم جايز اشترينا اللي اسمه ايه ده زي ما قلت لكم. بصوا يا جماعه بجد قولي لي رايكم تمام. هو مش زي اللي كان عايزه صيف بالظبط بس اكيد هيحبه عشان هو كان عايز ابو انياب فانا جبت له ابو انياب يعني. فلو بشوف الفيديو انا جبت لك ابو انياب تمام. اوكي طبعا يعني كنت عايزه صراحه اشتري له برده كان موريني الصوره. طبعا هو كان يا جماعه هتقولوا ازاي موريك انت اكيد غشاش. لا هو كان مصور الحاجات اللي عايز يجيبها لما يشحن الروبوكس تمام. فكان في يعني هو مش مسمع معين بس كان اللي هو عايز يجيب سماعه اللي هي لام 7000 دي. طبعا اكيد مش هجيب له ام 7000 هنجيب له مزيفه تمام. فيا جماعه المزيفه في الصوره اللي عنده كان ب50 بس دي قبل ما تغلى الاسعار. فجيت عشان اجيبها يا جماعه انا معايا 58 جيت عشان اجيبها لقيتها ب65 يا عيني. ف حسيت كده بخذلان. كنت عايزه اديله تاني يعني احول من يعني اقدر احول عادي معايا روبوكس بس هيقعد 5 ايام على بال ما يوصل. فانا لسه هقعد 5 ايام عشان اصور فيديو. لا اكيد. المهم ان هي دي السماعه اللي هو كان عايزها. حاسه انا بتكلم بسرعه يا جماعه لو بتكلم بسرعه بطئ الفيديو شويه تمام. هو بجد يعني مفيش حل غير كده. المهم كان دي السماعه اللي عايز يجيبها اسمها اكستريم هيدفون. بس ما علينا عادي يعني. ان شاء الله يجيبها في سكن تاني عادي. هو دي اخر ولا اول مره يشحن فيها عادي جدا. الزبده جايز صوت اختي الصغيره القروبه لحد دلوقتي لسه ما نامتش. انا هطلع دلوقتي اكلها. ما علينا جايز انا حاسه الحاجات دي عليا ما ينفعش اقول. بس ما علينا ما علينا ما علينا. اوكي جايز دلوقتي واخيرا لقد هرمنا لاجل تلك اللحظه يا صاح بجد. انا بصوا يعني انا جعت وريقي نشف وعطشت. بصوا يعني بجد قعدت كتير قوي في الفيديو يعني عشان التصوير بس يا لهوي. ولسه في صوره مصغر يا الله يا الله بجد ورايا هم ما يتلم يا جماعه ادعولي. انتوا لو بتشوفوا الفيديو ده انا هكون كشفت يعتبر اصلا لان انا هعمل الفيديو هنزل لكم فيديو الساعه 4 هكون اصلا رجعت من المشوار. يعني ادعولي يعني ادعولي عادي جدا. الزبده جايز انه كده سجلت له السكن باسم طرش طرش الطرش عشان اخويا بيحب كلمه طرش دايما. صياب جايز طبعا يعني بصراحه كنت عايزه اصور لكم رد فعله لكن الساعه 4 تمام. انا بسجل لكم صوتي الساعه 4 الفيديو اتصور قبل الساعه 4 هو لما كان سيف اصلا مش في البيت بعد ما رجع من البيت. يعني ما اظنش يعني كان حاجه المفروض لازم تتصور عشان يعني حاجات عقليه. المهم جايز انا مش عارفه انتوا بتدخلوا ليه في الموضوع ده بس المهم يعني انه يا جماعه حرفيا اتحمس جدا جدا للموضوع. انا مش عارفه اتحمس على ايه يعني بس انه فرح قوي واكسايتنج يعني وحاجات زي كده. المهم جايز ده كان فيديو النهارده. اكتبوا لي تقييمكم للسكن وبس جايز يلا سي يو.